اليوم اكو تقرير كان عن نتائج الكشف عن محاولة اغتيال سيد مصطفى الكاظمي، أريد أخذ هاي من عندك، أنه ماذا لو نجحت هذه المحاولة وكانت حقيقية وتم استهداف مصطفى الكاظمي وقتل رئيس الوزراء، ما هو كان دور الأمم المتحدة يكون، لأن راح يحل محله هو رئيس الجمهورية سيد برهم صالح؟ هاي هم مشتركة طبعا. الأمم المتحدة لا تمتلك هذه الرؤية في كيفية إدارة أزمة بالعراق بهذا الشكل، وشخص واحد مثل بلاس هارت بالتأكيد لا تمتلك هذه الإمكانية أنه ممكن تحاول أنه ممكن تهدئ، لأنه واضح تماما أنه دورها هي سمسار صفقات تماما. يعني حتى إذا تسترجع يعني سيرتها المهنية كانت عرابة صفقات حتى في مجلس الاتحاد الأوروبي. الله يبارك بالقوة السياسية وبمن يريد بقاء. طبعا نصيحة إلى القوى السياسية والشخصيات اللي ممكن يعني تلتقيهم، أنه يعيدون النظر في كيفية التعامل مع هذه الشخصيات، أما بالسؤال للشخصيات أنه ممكن عندها الخبرة حتى ممكن يستفادون، أو بأقل التقديرات يمتنعون من لقائها. يعني جميل، باقي المداخلة، ماذا لو صحت عملية اغتيال الكاظمي واغتالوا للرجل، كيف كان يكون سيناريو الأمم المتحدة وهي جاي تدز بيانات لمجلس الأمن وكثير منها مضللة؟ شوف، قد كلامي شوية عالي السقف، أنا أقول يعني أنا لو كنت في مكان السيد الكاظمي، طبعا هي محاولة الاغتيال مرفوضة جملة وتفصيلا، عملية إرهابية بامتياز، المقصود هو رأس العراق، لأن السيد الكاظمي رئيس وزراء العراق، وبالتالي عملية قتل الكاظمي يعني هي عملية قلب النظام كله وقلب مشهد السياسي في العراق. وبالتالي أنا ما شفت ذاك رد الفعل اللي يفترض يقدمه مبعوث أمم متحدة بالعراق، كانت ولا صدر منها شيء إلا بيان مهلهل. أنا لو كنت مكان الكاظمي أطلب من الأمم المتحدة أن تحقق مع هذه المرأة، شو هذه أنا جيت انقتلت ولا يهمها، وبيان عادي حتى ما إجت زارته وجلست وياه حتى تسمع منه وتدون حتى نشوفها بالشاشة تدون، فهي لا أبالي. تعال أنت شنو، متواطئة أم لا أبالي، أم أنت ملتهية بأمور أخرى خارج مهمتك الرسمية. نرجع لموضوع آخر مهم جدا. سجلت ملاحظة، أنا سجلت ملاحظة، يعني قلت لو كان عندنا سياسيين عراقيين حقيقيين، أو حتى لو كان في المعارضة، هسه السياسيين قول دي جاملوها، بس من المعارضة كان عندنا كم صوت في المعارضة، يعني بدل ما يطلع هو بمؤتمرات صحفية يحكي لنا على الملاهي والعرق، تعرفوهم ذول اللي يطلعون كانوا، ليش ما حكى، ليش ما طلب استجواب أو كتبوا رسالة للمتحدة شلون بلاس خارت مررت انتخابات مزورة 2018 وبشهادة التقرير البريطاني وصحيفة الجارديان إنه هي انتخابات مزورة، الجارديان دي يقول، ولكن العبادي وبلاس خارت مرروها لكي لا تحدث فتنة. شنو لا تحدث فتنة؟ أكو شيء قانوني صح لو لا؟ إذن بيانها، إذن لا تلوم بيانها زين الأخير اللي تحدثت عن النتائج سليمة، زين هي جزء من الصفقة، زين أنتوا هسه انتخابات مزورة لو لا؟ لا أنتوا هسه ضايجين من كلام بلاس خارت لأنه ما إجت ليش 2018 كيفتوا من مشيتوا الانتخابات المزورة؟ ترى هي مزورة، وأيضا الدكتور يعرف ومطلع وهو في عمل في جامعة أمريكية مرموقة، يعرف أنه أكو نسب تعادل الانتخابات، مو صحيح؟ وهي حتى بالاتحاد الأوروبي، أنا اشتغلت في الاتحاد الأوروبي صح، يعني هي الجارديان تقول 17% كانت في 2018، وهذا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي يعاد، لأن 20 فوق لا يعاد، هذه المفروض الانتخابات تعاد 2018، كيف مررتها؟ ليش ما قلتوا لها أنت إذن غير أمينة، أنت غير مؤتمنة على البنود اللي اشتغلتي من أجلها؟ هذا واحد. اثنين، نرجع إلى قبل بلاس خارت، ترى بلاس خارت الإحكاكة مال الفساد بالمناسبة، أها أي طبعا سيح. ليش هو ديمستورا سوى ديمستورا برميل كركوك هو سوى بلد، هو ديمستورا شلون هاي شلون ديمستورا هو اللي سوى كركوك إقليم مستقل غير معلن، وهو اللي خلى أنه يحق للإقليم أن يأخذ كركوك بأي لحظة، هذا كله ديمستورا. ديمستورا السويدي أخطر
وايضا لديه صفقات اجى من وراء فلادينوف البلغاري. فلادينوف البلغاري معروف، هذا معروف بالمتحده مرتشي. اجى نوبكوفيتش، كوفيتش الان هو اللي بليبيا طردوه قبل اسبوع الليبيين بسبب الفساد. قبل اسبوع انطرد كوفيتش راح الى ليبيا، وفلادينوف ودوه الى ازمه اخرى ما ادري يا دوله تونس ما ادري وين. فاذا هم ذول الموظفين يفترون بهم ارتباطات بالمؤسسات الامريكيه الاستخباريه.